واحد بيقول لماذا يرتدي الكاهن ملابس سوداء؟ حشمة. وزمان كانوا حتى الأساتذة في الجامعة بيلبسوا الروب، وروب أسود نوع من الوقار ومن الرتبة. وزمان أيضا ما أعرفش موجودة دلوقتي ولا لا، كان لما واحد يتجوز يلبس ريدنجوت لونها أسود خالص والعروسة لابسة أبيض، فبيبقى بلاك اند وايت كده مع بعض هما الاثنين. طبعا مش بيلبس اسود حزن، ده متجوز يوم فرحه، لكن نوع من الهيبة والوقار لبس السواد. ولذلك تلاقي الستات لما يكبروا في السن ما يلبسوش ملابس ملونة، يعني من هيبة السن ما يلبسوش ملابس ملونة. وبعدين هو بيقول لماذا يرتدي الكاهن ملابس سوداء، ومع ذلك الملابس السوداء دي كلها بالنسبة للمسيحية الشرقية في الغالب، لأن الكاثوليك في الغرب ساعات بيلبسوا أبيض وملون وحاجات تانية، يعني لا يلتزمون باللبس الأسود، لكن الكاثوليك اللي عايشين في الشرق بيلبسوا الملابس السوداء برضه، نوع من الهيبة والفشل. بيقول ولماذا يطلق لحيته؟ ده دخل يعني في الموضوع جد صاحب السؤال. هو في الحقيقة كان زمان كل الرجالة بيطلقوا لحيته، ما كانش في حد بيحلق لحيته أبدا إلا في العصور الحديثة يعني. ولما تجد صورة قديمة لعصر قديم تجد كلهم مطلقين لحيته، لأن ده الوضع الطبيعي. وبعدين لما دخلوا الناس في المدنية القريبة بقوا يحلقوا لحيته. فأصول السؤال مش يقول لماذا الكاهن يطلق لحيته، يقول لماذا العلمانيين بيحلقوا دقنهم. الكل كان كده، كل الناس زمان كانوا بيطلقوا لحيته. انت فكركوا يعني بيطلق لحيته زينة؟ لا طبعا، لانه بيبقى شيء طبيعي لا يتصرف في اللحية اللي خلقها له ربنا.